بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد إخواني كما كتشاهدوا في هذه الحملة نتاع تنظيف نتاع هذا المستوصف، أولا أشكر السلطة المحلية وأشكر جميع المشاركين في هذه الحملة من جميع الأعضاء نتاع الجمعية، وكنشكروا عاودين السيد رئيس الجامعة القروية اللي دعمنا بهذه المعدات نتاع الآلات نتاع المياه باش سيقنا وباش حيدنا هاد الاعشاب من هنايا. وان شاء الله كما كتلاحظوا غادي نقوموا ان شاء الله بغرس بعض الاشجار وبعد تنقيه نتاع هذا المستوصف اللي هو في الصالح ديالنا، وكنستافدوا منه الجميع نتاع هاد الساكنه. وكنتمنى ان شاء الله من هاد الوزاره ان شاء الله تدير واحد الالتفاته نتاع لهذا المستوصف، حيت كنستافدوا منه واحد الفئه كبيره من هذا المجتمع، وحنا بواحد الغرض ليه كبير 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 بزاف. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وشكرا للجميع.